حبايب قلبي شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، مشتاق لكم اوفر اشتياق. طبعا انا اليوم متواجد بهذا المطعم الحلو الراقي، نقول لهم ثانك يو على الضيافه، ثانك يو على الاكل الطيب، وانصح كل متابعين يجون لهذا المطعم، واكو خصم خاص لكم. هذا الشخص الزنديق اعرفه بس ما ادري وين شايفه. واكيد ما ننسى اليوم رافقتني بهذه الجوله كراميلا، اوفر مشتاقة لكم. واكيد لا تنسون لايكات لحساب كراميلا، وصلوا الاعلى لايكات وشوفوا ستورياتها، اوفر ستوريات، شوفوا التحدي مالتي انا وكراميلا. مستحيل، يعني هاي الزندوقة مشهورة؟ لا هو هذا الشخص نفسه اعرفه بس ما ادري شايفه. اوكي خلصت هذا السناب. مرحبا، اكيد عرفتني لان انت واحد من فانزات مبين من وجهك. راح اسوي وياك تحدي ونصوره بالسناب والانستغرام حتى نسوي هذه اللعبه انا وياك. جاهز؟ اعوذ بالله، فانزاتي شنو؟ انا رجال جايب هدف مو مثلك بطران. اني بطران؟ اوفر انت لو تعرف انا ايش قد اتعب وحياتي صعبه ما راح تقول علي بطران. اقول لك انت مو اي اني شنو، ما متابع حساباتي بالسناب والانستا؟ طلع ما تقول لي شنو الصعوبه بحياتك، هو انت كل شغلك يكلفك شحن. لا انه بكوميدي، اوفر كوميديا كراميلا، ضحكي بالله، قر 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 قر. انا اريد افيدك. ما اريد. راح اطششك. انا راح اطشرك. راح افجرك لايكات. لك بابا انا راح افجرك بس بدون لايكات. اسمع لك، خابر مرتك هسه وودعها لان الحياه فانيه. وليش اخابرها؟ لان راح تشتاق لها. ما انا دائما اشتاق لها، اوفر اشتياق. يعني هاي مرتك الحلوه اللي صاروا وياها انت تشتاق لها؟ ليش كلش قد تشوفها؟ انا اشوفها مره واحده بالاسبوع، نلتقي انا وياها، نسوي اعلان مشترك، ووراها كل من يروح يشوف طريقه ويسوي اعلاناته. هاني لو منك افجر نفسي. بس انت مو هواي مظلمه، يعني حياتك حلوه، تصور اعلان وتاخذ فلوس. اوفر انت، ده تسمعيش ده يقول كراميلا؟ ده يقول لي انت مظلمها، ما يعرف معاناتي. انت تعرف شنو معاناتي؟ قولي له شنو معاناتنا. اقول لك عوف كراميلا واحكي له معاناتك. مجرب شحنك يخلص، 3G مالتك يخلص، وايدك تطلع بيها عضلات هالقد ما تصور سنابات وتضحك 24 ساعه كذب، وبالنهايه يجي المعلن يقول لك عيد لي الاعلان. لا هاي مو حياه، هذا موت احمر، موت بنفسجي. خل انطيك الاقوى. مره من المرات سويت اعلان يم جماعه عزموني على اكل، اكلت الاكل منه، اتسممت منه، بس ايش طلعت قدام الناس بالانستغرام؟ واو الاكل يجنن، اوفر طيب. لو فجروحك احسن لك. حتى العطر اللي استخدمه واللي يومي اروش من عنده هاك شتم. ايه تخيل هذا العطر يومي اخلي من عنده، هاك كراميلا شتمي. وانا شو اقول للناس؟ واو هذا العطر يجنن. اعوذ بالله، انت يومي تخلي من هذا العطر؟ لو انا منك افجر نفسي. بس لا تنسى الشهرة فاتحت لك هواي ابواب والعياذ بالله. شنو فاتحت لي هواي ابواب؟ والدليل ما اقدر اخذ راحتي من العالم، اوفر صور. ودعوه. شفت؟ ما تقدر تسوي شيء. اي بس راح ترجع للبيت مرتاح. وين الراحة؟ راح ارجع للبيت لازم اصور يومياتي كلها، من انام، من اقعد، من اشوخر، من اسوي ريوق، من اطب للحمام. بس. انت ايش صاير بيك؟ مو بس هاي، لازم 24 ساعه اضحك بوجه العالم، اوفر ضحك، ومن يشوفوني قاعد بوحدي ومهموم راسا يطقوا لي صوره ويقولون شوف هذا ايش قد متكبر، بشرفش كراميلا انا متكبر؟ لا انا منك افجر روحي. هسه ما علينا، خلينا نسوي هذا التحدي انا وياك، نصور سناب وانت لازم تقول 5 مرات خيط حرير على حايط خالي خليل. خيط حرير على اسرع. خيط حرير على حايط اسرع، اوفر سرعه. حيط خريق. اسرع. لك انا ايش عليه بخالك حرير؟ اسمه خليل. اسمع لك، انا جاي هنا اريد افجر روحي. انا راح افجرك بالانستغرام. لا انا لابس حزام ناسف، راح افجر روحي يا زنديق. منو زنديق؟ احترم نفسك. وافجر روحي عادي؟ انت شو تريد تموتني وانا ما حققت طموحاتي واحلامي؟ عندي اوفر احلام، انا ما اريد اموت قبل لا يصعد حساب كراميلا ويصير مليون متابع، وبالمناسبه متابعين كراميلا كلش يحبوها، انا ما اريد اموت اذا ما يتوثق حسابي، انا ما اريد اموت اذا ما سووا الاعلان الجديد مال الموبايل، وبالمناسبه بصوره كواليتي عالي، اوفر نقاوه، انصحك تاخذ واحد من عنده.
تدري قهرتني بس انا قافل الا فجر روحي. لحظه انت تعرف بيك شغله حلوه، ملامحك مال واحد بلوجرز على واحد يسوي فلوجات. شو رايك اسوي لك حساب بالتيك توك؟ اعوذ بالله، انا اصير واحد بلوجر؟ الله اكبر. هلا حبايب الزنادقه، شلونكم؟ وياكم البلوجر ابو قتاده ضاغطهم، اريد تنشرون حسابي. راح تلقوه في حساب كراميلا وتنشر حسابي. وهسه اريد تسوون وياي هذا التحدي، قولوا وراي على السريع: حياة خليل على خايط خريق. نقولها بالستوري اللي وراه. يلا باي باي حبايبي الزنادقه.